سؤال ايه؟ البيانو اللي انت كل شويه منطره لي في حته، مره في الجنينه ومره جوه هنا، نظامه ايه؟ انت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ ارتست يعني؟ انا شغال مع ارتست. خلينا في المهم، انا عايزك في العمليه الجديده. مش لما نصفر القديمه يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه ارض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ وم نصفر يا جوجل. 10 خضرة هم كده، يبقى فاضل لي 40 اخضر. ما تلم رجليك شويه. طب وانت ايه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة، عايزك تظبط يالا، ما تنساش ان انا اللي مخرجك من السجن. يعني انت اللي عليك مش انا. ومين قال لك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت محدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها، عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حتة آثار دهب عايزين نسلكها. الاستلام في الأقصر والتسليم في اسكندرية. وبعدين؟ كده أنت فهمتني كويس. طبعا يا كبير، تمام؟ تمام؟ الله. أنت بتكلم مين يا دنيا؟ بشاور قرين يا برنس، أنا ما قلتلكش إن أنا ملبوس. خلينا في المهم، الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في أي وقت، والفلاشة دي عليها فيديو لعروستنا. طب معلهاش حاجة الأصالة الجديد؟ طب ما تقفش، احنا هي ناقصة قفش. لاف 4/4 ساعة لغوريسك ريجوليروفشك ريجوليرو. طب علي 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 علي. Да так и не было вировали. Он протоколом запротоколировал, как и вировали. Ну, хабар да тыла сахих. Ты по мусибе сод. Хабар и... Шар. Бас алан. Что дабы инцидент не стал претендентом на суде... Асибак инта бая тэля аль вахдак. Ва ала ана в айи макан тэнь. Салам. Не кури турка трубку, купил... А, Лайла. Ана бхир. لم هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر؟ هفهمك بعدين. شوفي مين؟ شوفي مين؟ حاضر حاضر. مين؟ حكومة. يا لهوي. الحق يا صابر، الحكومة بتدور عليك. في يا باشا. فين صابر يا بت؟ في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب يا روح امك. يا فندم، مفيش حد جوه. هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بت. ياسر بيه، ده ما كانش اتفقنا يا عم. تقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك ايه يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان، تحفظه كويس قوي وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا، يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده بره مصر؟ أهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا أكتر من 15 سنة. Delivery date. Well, you are too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن موعد التسليم، بيقول لك إنك اتأخرت عليهم كتير، وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الأسبوع الجاي. نظام سدد الفلوس ازاي؟ Delivery will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك الثلث هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وانا موافق. اوكي. يا صابر. حياتي ليكو، هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا انت متفرق. بقول لك ايه يا غالي، احنا مش مركب واحده ولا انت عايزنا تلط تخش السجن البس طرحه؟ خلينا في الجد، انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه،
والكلام ده هيكون يوم الجمعة. أهم حاجة بعد الصلاة. أنت عرفت إزاي إن البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤية، أصل بنام طاهر. نتعيب براها أمك. أوبا، إيه الجو الأمريكان اللي أنت جبني هنا ليه؟ مزاجي، أنت سيب أنت هلا. قالك لما يظبط الحجر بس شوية. ولا! بقول لك إيه، أنا لا هسلم ولا هستلم، أنا روحي في إيدك، فين ال عف؟ لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد. امسك اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ هم بيقولوا طلباتي بتسال شريط اصاله. اوبا ده انت معبي. لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي. استغفر الله العظيم، امك اللي ذنبنا عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني. التسليم امتى يا هابي؟ هابي ايوه كده، كمان يومين. هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش؟ الحكومه بتحب تتاكد. ورا مصنع الكراسي. اشمعنى؟ عشان ضلمه. خلص يالا. اه مالكش امان عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. بطل وسخنه وخلص. هو اللي قال لي. ولعلمك بقى عشان خاطر المحبه اللي ما بيننا، العروسه لميع مش مطربه. افهم من كده ايه؟ كنت انا فهمت. امسكها ادي الفلاشه اللي عليها عروسه، بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصاله اللي عليها. اوعى ايدك. امسك اصاله ايدك. انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه، انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي، بس امان عليك بلغ مصر قولها ابنك صابر بيقول لك كفايه. كفاية علي أوي كده. رحلة جميلة إن شاء الله. خير خير. جينك كده عليك وعلى عمرك يا شيخ أنت وكريم. روجر اغطس اتصدمه ادخلها تصنخي قلبي يا في يا جدعان استعبطه ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه صابر؟ حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد. ده ايه في الخير؟ ابقى اتغطى كويس وندف على شمالك.